بعد فضيحة القصر، الزوجة تهجر لاعب إيفرتون، بيلي يهنئ نجمة البرازيل، جينياك يسجل لفرنسا ويعتذر. هذه الأخبار وغيرها نقولها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. بعد الضجة التي وقعت عقب اتهام لاعب إيفرتون الإنجليزي بتحريض قاصر على الفساد الأخلاقي، تتوالى المشاكل على اللاعب الذي تم التستر على هويته لدواع قانونية. وبحسب عدة صحف إنجليزية، فإن زوجة اللاعب قد تركت المنزل بعد انتشار أخبار زوجها، متوجهة إلى بيت والديها، كما أنها أغلقت حساب الإنستغرام الخاص بها قبل عدة أيام. حرص النجم البرازيلي بيلي على تهنئة مواطنته مارتا بعد تسجيلها في الدورة الأولمبية الخامسة على التوالي، ونشر بيلي صورة لمارتا على موقع إنستغرام وهي تحتفل بتسجيلها في مرمى المنتخب الصيني، وتسعى قائدة المنتخب البرازيلي للفوز بأول ميدالية ذهبية لفريق السيدات منذ اعتماد الكرة النسوية في دورة أتلانتا 96. المدرب الذي بات بمثابة بطل قومي في إيطاليا روبرتو مانشيني يتجول خلال عطلته في مدينة جيسي كأي شخص آخر. صورة تظهر مانشيني وهو يقف في طابور أمام متجر لبيع اللحوم، وأخرى تظهره جالسا مع أصدقائه في مقهى. لكن ورغم ذلك توقف روبرتو عند رغبة بعض من محبيه لالتقاط صور تذكارية وتبادل بعض الأحاديث معهم. اعتدنا على مشاهدة نجوم الأندية يعتذرون للجماهير عند تسجيلهم في مرمى فرقهم السابقة، لكن الغريب هو أن يعتذر لاعب على التسجيل لبلاده في مرمى الفريق الخصم. الفرنسي أندري جينياك فعل ذلك بعد تسجيله أمام المنتخب المكسيكي الأولمبي، ربما أن السبب يعود للعبه لمدة 6 سنوات في الدوري المكسيكي، كما أن جينياك هو الهداف التاريخي لنادي تيغريس المكسيكي. We'll be right back.